لا يمكن أن ننسى كجزائريين أن بعد أدائكم لواجبكم الوطني في الثورة التحريرية، وبعد أن استرجعتم سيادتنا الوطنية بمعية وبرفقة رفقائكم في الدرب الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار، بنيتم أيضا بعد الاستقلال بنيتم الدولة الوطنية في كل مراحلها. نحن اليوم جد سعداء أننا في هذه الحكومة التي تجتهد في أن تستكمل ذلك المسار الذي وضعتم له الأسس السليمة، والتي دوما تستند إلى القيم النوفمبرية. قد وقع الاغتيال على مساندة وتأييد المرشح الحر السيد عبد المجيد تبون وتزكيته ليتولى قيادة البلاد في المرحلة القادمة، مراعاة لما لمسنا فيه من حب للوطن والإخلاص في العمل والمحافظة على الوحدة الوطنية واستقرار البلاد. فإن المنظمة الوطنية للمجاهدين تهيئ بالشعب الجزائري المخلص لوطنه الخروج يوم 7/9/2024 لأداء الواجب الوطني وليقول كلمته في استحقاق